رح استغل الفرصة أحكي عن المعمودية. ليه نتعمد وليش لازم نتعمد المعمودية يا أخوتي؟ هي وصية الرب يسوع لكل إنسان يؤمن فيه. إنجيل متى إصحاح 28 والآية 19 بقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. شايف كلمة عمدوهم؟ هذا أمر، في عنا أمر ووصية أن نعمدهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. بعدين علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. إذن كما قلنا في إنجيل متى 28-19 بقول: واذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. هناك وصية علينا كتلاميذ المسيح أن نذهب ونتلمذ جميع الأمم. علينا وصية أن نصنع تلاميذ ثم نعمدهم باسم الآب وباسم الابن وباسم الروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. إذن المعمودية هي إيه؟ هي وصية. ها؟ والكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والآية 3 بتقول: وبهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه. بهذا نعرف أننا عرفنا إن حفظنا وصاياه. الإنسان اللي بيعرف الرب هو الإنسان اللي بيحفظ وصايا الرب. وإذا نحن بدنا نكون أتباع للمسيح، علينا نأخذ وصية المسيح ونعمل فيها. في واحد بيقول: أنا مش جعبالي، أنا مش متعود، أنا لا. ما فيش أنا لما في وصية. يعني إذا بتروح اليوم بالشارع وعلى الإشارة الضوئية الحمراء بتمشي وبيمسكك بوليس، بتقولوش أنا بعيلتنا بحبوش اللون الأحمر عشان هيك ما وقفتش على الرمزور. مش معقول، ها؟ أو بعيلتنا بوقفوش، بحبوا يضلوا يمشوا. إذا أنت موجود في مملكة أو في دولة، هناك وصايا ودستور وقوانين، والكتاب المقدس بقولنا في ملكوت الله في وصية وفي قانون. ونحن إذا منعرف الرب يسوع، هذا ببين من خلال إذا كان حفظنا وصاياه ولا لا. ووصيته كانت نعمل إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. شوفوا في إنجيل مرقس إصحاح 16 بعطينا توضيح لإيش هي المعمودية. مرقس 16 والآية 15 بقول الكتاب المقدس: قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. إذن أول شيء المؤمنين لازم وين يسووا؟ يروحوا إلى العالم أجمع، وللعالم أجمع عليهم أن يكرزوا بالإنجيل، يخبروا برسالة الإنجيل لمين؟ لكل الخليقة. لما نروح نخبر الناس عن الإنجيل رح يحصل شيء. شوف إيش رح يحصل: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. إذا لما نروح نخبر الناس رسالة الإنجيل، اللي بآمن بالإنجيل وبتعمد يخلص. إذا انتبهوا أنه هناك مرحلتين: المرحلة الأولى هي الإيمان، المرحلة الثانية أن أعتمد. في كتير ناس بتعمدوا بس ما في عندهم إيمان. الكتاب المقدس بخبرني المعمودية هي للإنسان المؤمن، وأول شيء لازم يحصل عمل إيمان. ما بينفع أجيب إنسان مش فاهم شيء عن الإيمان وغطه بالماء وقال له أنت تعمدت، لأنه ما في عنده إدراك وإيمان بالعم يعمله. نهر الأردن كل يوم ناس بتسبحوا فيه، البحر كل يوم ناس بتحمموا فيه، بالبيت في عنا كتير مي. مش كل ما نزلنا بالمي معناته احنا تعمدنا،
لما بناخد الإيمان إني أنا إنسان خاطي وأنا بتوب عن خطاياي، مدرك بإيش عمل يسوع لأجلي، بعدين بتعمد خلصت. واضحة الآية؟ واضحة الآية؟ هاي واحدة من أهم الأسباب يا أخوتي ليه ما بينفع نعمد الأطفال الصغار. الطفل الصغير مع أنه هو أنظف وأبرأ مننا كلياتنا، يسوع قال إن لم ترجع وتصير كالأولاد لن تدخلوا ملكوت السموات. ولكن الطفل الصغير ما عنده إدراك، ما عنده إدراك لإيش عم يعمل. فالإيمان يجب أن يسبق المعمودية. الطفل الصغير ما فهم ليه غطسوه بالماء وليه أموه وليه حطوه، ولكن الكتاب المقدس إذا بتقروا كل الإنجيل بالعهد الجديد ما بتشوفوا حالي واحد ذكر فيها إنه عمدوا ناس من غير ما يكون عندهم إيمان أو ناس أطفال، رغم إنه عائلات تعمدت ولكن ما بذكر إنه كان من الأطفال رضع ابن 40 ولا 80 ولا 100 يوم. فهناك يجب أن يكون في عنا إيه؟ إيمان. أعمال الرسل إصحاح الثاني، شوفوا كيف بطرس بيفسر اللي عم نحكيه إسا. بطرس بأعمال الرسل الإصحاح الثاني ورح نقرأ الآية 37 لحديت الآية 40. لما سمعوا بطرس كان يوعظ، بطرس كان يوعظ ويعلم عن الخلاص، قال نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، ماذا نصنع؟ سمعنا الرسالة طيب فهمنا بس مش فاهمين ايش بدنا نعمل، احنا مصدقينك يا بطرس بس شو علينا نعمل؟ اي 38 قال لهم بطرس توبوا، شايف، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. اذا اللي علينا نعمله من بعد ما نتجاوب مع رسالة الانجيل ان نتوب، ومن بعد ما نتوب شو بنساوي؟ بنتعمد، ومش العكس. في توبي، في توبي، راح أوضح هذا الشيء كمان شوي. إذن علينا أولا أن نتوب، بعدين نعتمد على اسم الرب يسوع المسيح سوف نقبل عطية الروح القدس. شوفوا الآية 41، فقابلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. إذن شو قال لهم؟ توبوا. شو سووا الجماعة؟ تابوا لأنه قبلوا كلامه بفرح، يعني تجاوبوا مع الرسالة اللي هي رسالة التوبة. عشان هيك يا أخوتي ما بينفع نيجي نتعمد إذا ما حصلنا على التوبة أولا وغفران الخطايا. قال لهم توبوا لما قبلوا كلامه بفرح، قال لهم يلا واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس لأنهم آمنوا بالرسالة الإنجيل بعدين اتعمدوا. أمين؟ أمين؟ الله يزيدك وينعين. طيب شوف أعمال الرسل صح 10 والآية 44، بينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، بطرس كان وين؟ عند كارنيليوس وعم بيحكي رسالة الإنجيل، وبطرس عم بيحكي رسالة الإنجيل مع أنه أي قصة بنعرف أنه هذا الإنسان كان يتعبد ويطلب الرب، بقول الكتاب المقدس بينما بطرس كان يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على الجميع الذين كانوا يسمعون إيش؟ يسمعون الكلمة. كارنيليوس كان رجل تقي ولكن ما كانش يعرف الخلاص بالمسيح يسوع، كان عنده إيمان بحسب العهد القديم ولكن إيمانه بالرب يسوع كمخلص لحياته ما كانش يعرف، عشان كان الرب بعت بطرس لعنده، وبطرس كان يتكلم بأمور ملكوت السماوات والخلاص في المسيح وهن عم بيسمعوا حل الروح القدس عليهم كل اللي كانوا يسمعوا كلمة الرب. نرجع لإصحاح 10:44، فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة فاندهش، أي 45، المؤمنون الذين من أهل الختان يعني اليهود كل من جاء مع بطرس لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس أترى أيستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس
كما نحن أيضا. إذا نشوف شو صار. أول شيء صار عنا ثلاث أشياء هون. من الشيء الأول اللي صار إيش؟ سمعوا الكلمة، مزبوط؟ ثاني شيء قبلوا الروح القدس. ثالث شيء تعمدوا بالماء. بكل الحالات اللي بنقراها بالكتاب المقدس بنشوف هناك في قبول لكلمة الله. وإذا ما قبلنا كلمة الله بفكرنا وبإدراكنا صعب نتعمد، لأنه هذا ما بيكون له أي معنى. وعشان هيك بحب أقول لك أشياء مهمة عن المعمودية لازم عليك تعرفها. أول شيء المعمودية هي رمز، رمز لموت الرب يسوع المسيح وقيامته. أوكي؟ المعمودية ما بتجعلك مسيحي زي ما بعض الناس بيفكروا، لا. الإيمان بالمسيح وخلاصك من خطاياك بدمه، هذا اللي بيجعلك من أتباع المسيح. لأن يسوع الذي يحبني يحفظ وصاياي. إذا لما بنحفظ وصايا الرب وبنبدأ نكون من أتباعه، هذا بيجعلنا مسيحيين. فواضح في كتير مسيحيين اليوم بلبسوا صليب واسمهم مسيحيين ومتعمدين وبعملين كل إشي، ولكن حياتهم ما بتدل على المسيح. ليه؟ لأن هذا الإشي ما نعمل عن اقتناع. الفرق بينك أو بينك وبين أي إنسان موجود برا إنك أنت موجودون باختيارك. أنا اخترت أن أكون من أتباع المسيح، إني هقبل العمل اللي عمله لأجلي على الصليب. فمش المعمودية بتعملنا مسيحيين، ولا المعمودية بتخلصنا من خطايانا، بل ربنا يسوع المسيح هو اللي بعطينا حياة أبدية وخلاص أبدي. أمين؟ فالمعمودية زي ما قلت هي رمز. رمز لإيه؟ هي رمز لموت الرب يسوع المسيح وقيامته. هي مثال للحياة الجديدة اللي علينا أن نحياها من جديد مع الرب يسوع المسيح. كلمة معمودية بالأصل اليوناني زي ما بقوله بالإنجليزي بابتايز أو بابتيستو، يعني غطس. فالمعمودية معناه أنك تغطس الشخص في الماء. هناك في عملية تغطيس. هاي كلمة معمودية عمدة. حتى روح للمنجد للقاموس ليش بدك بتلاقي كم عمدة، يعني غطس وغمر بالماء. فالإنسان اللي بيتعمد عليه أن يعتمد بالماء أو يغطس يتغطس بالماء على اسم الرب يسوع المسيح. طيب شو يعني المعمودية بتشير لنا؟ شوفوا رسالة روميا الإصحاح السادس رح يبدأ يفسر لنا الكتاب شو معنى المعمودية. هي رمز لإيه وإيش اللي عم بيصير؟ ليه نحن بنتعمد؟ روميا 6 والآية 3. أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ ولا نتنسين أنه اللي بيتعمد على اسم الرب يسوع المسيح أن نحن اعتمدنا لموته. بدي كمل بدي فسر شو يعني الكلام هذا، اعتمدنا لموته. فالآية 4، فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، أي في الحياة الجديدة. إذن بقول المعمودية وهي زي رمز لموت يسوع ودفنه وبعدين قيامته. لما نغطس بالماء نحن زي مين موت، هذا رمز وتشبيه لموت المسيح. نحن منغمر وكأننا متنا في الماء، ولكن لما نطلع من الماء لازم نطلع في إيه؟ حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد، لازم نطلع من الماء في مجد.